حقيقة هذا التعنت الذي نشاهده من مجلس النواب ومجلس الدولة والمتمثل في سيدين المحترمين اللذين معنا، كل منهما لا يعترف بالآخر ولا يرجع للآخر، هذا ما أوصلنا إلى الاتفاق السابق في جنيف ودخول 13 عضو من مجلس الدولة و13 عضو من مجلس النواب مع آخرون حتى يتفقوا تلك الاتفاقية التي جاءتنا بالحكومة الوحدة الوطنية. وأريد أن أؤكد هنا أن يوم 24 ديسمبر الماضي كان هو آخر يوم في الشرعية، ليس للحكومة الوحدة الوطنية فقط ولكنه لحكومة الوحدة الوطنية وللمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة، جميعها أصبحت غير شرعية لأنها سلبت حق الشعب في اختيار من يقود هذه الدولة ومن يمثله في مجلس النواب. سلب هذا الحق من المواطن، سلب من هذه الأجسام الجاثمة على صدورنا والتي تمدد. هذا التعنت هو الذي سوف لن نصل إلى حل قادم، ولكن أنا نأمل في الجلسة القادمة أول خطوة قبل أن يتم لتشكيل حكومة جديدة ولا غيرها أو حكومة تسيير الأعمال، أول نقطة ينبغي إذا كانت النية صادقة، أرجو من الصادقين والمواطنين الوطنيين المخلصين في مجلس النواب وهم كثر والحمد لله أن يحددوا موعدا محددا للانتخابات القادمة، ولنفترض أنه في شهر 6 شهر يونيو، ويتفق مع مجلس الدولة حتى لا نجد الأعذار ويقول مجلس الدولة لم يشاركوني، ويعني يجب أن يتفق هذين الجسمين على تحديد يوم محدد. أما إذا كان تم تشكيل حكومة أخرى لهذه الفترة ولا أعتقد أنها ستكون موفقة يعني لمدة 6 أو 8 أشهر، نعم، لأن تشكيل حكومة في هذه الفترة سوف تبقى على الأقل لمدة 2 أو 3 سنوات، وهذا ما لا نريده نحن كمواطنين، لأن بقاء هذه الحكومة 2 أو 3 سنوات سيبقي على هذه الأجسام المترهلة التي البعض منها أمضى 10 سنوات على الكرسي ولا يؤمن بالتداول السلمي على السلطة. نأمل أن يؤمنوا يوما ما بالتداول السلمي على السلطة ويعطوا الطريق لغيرهم.